الوقت بيمر ومحد ظهر. الغايب حجته معاه باشا، تقلقش. طب ما يمكن راح حتة تانية. لا لا ليه؟ وط صوتك، الحتة مليانة نضرجية، لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هروح حتة تانية؟ ده مؤاخذة، ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبة. دولاب من اياهم؟ الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودرة؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف، واللي مشغلها البيت نوسة جو بتاع بدوي، عشان كده جايين. ما تقلب سجارة باشا كده ينوبك سواب. سجارة باشا. الواد ده انا ما شفتوش هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمة. لموا العملية شوية، مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمة، احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له الكابتن بيكفيه. لا مؤاخذة يا باشا، انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ يبان عليها بنت ناس وبتحبك. مقدرش انكر انها بتحبني، بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها على شق. انت جننت؟ انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف ما اقولك، الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس، وانت ولدها لا فنجري بق ولا حيلتك اللاضة، هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه بدوي؟ وادي خايد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل هنا؟ يا ارميه معلمي بيض بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. انا رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانسو جوه ايده مرزبه. تسلم ابو الرجل، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خير، بتاعت امبارح كده احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجاره شويه. بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. خيري، انا حنفي القبان.
يسيب حي تلاقي خيري. ضو عمرت اخويا فين؟ الحفظ والصونة وبها. ذاك رشاد بغص مرشيدس اخي هلا بيك. ايه ده وريني خدت ايه الحاجات دي؟ يلا بدي اشوف. دلوقتي يتصلح لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شوية. اه اسمع خده واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع دي ويلحق خير ورشاد يا باشا. احبس نفسك لغاية ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا انتوا اللي جبتوه روحكم. ليه يا باشا كده يا باشا؟ الله ده انت بسبعة ارواح يا باشا.